صباح الخير. اليوم رح نعمل استخراج من درس يوم الاستقلال. هلا نبلش بعنوان الدرس يوم الاستقلالي. ما معنى كلمة استقلال؟ الاستقلال يعني التحرر، أي أن الدولة تكون يعني لوحدها، ما تكون تحت سيطرة أي دولة أخرى، يكون إلها حاكم، يكون إلها شعب. هلا لبس جمال ملابس الكشافة. لبس وانتهى، هي تدل على فعل لبس. لبس هي فعل ماضي مبني على الفتح زي ما كنا نتعلم. جمال هي تنتهي بتنوين ضم وهي اسم علم مذكر. ملابس الكشافة، الكشافة هي لام قمرية. وذهب إلى بيت صديقه حسام. ذهب وانتهى، أي تدل على فعل، صح؟ ذهب تدل على الفعل وتنتهي بفتحة، إذن هي فعل ماضي مبني على الفتح. إلى حرف جر، وحكينا دائما الكلمة التي تأتي بعد حرف الجر تكون اسم مجرور وعلامة جرها الكسرة. صديقي حسام، هون عندنا كمان اسم علم مذكر. رحب به حسام. رحب، ما معنى كلمة رحب؟ أي قال له أهلا وسهلا. وأيضا رحب هي تدل على فعل ماضي مبني على الفتح. حسام هي اسم علم مذكر. وقال لماذا تحمل أعلام الأردنية جمال؟ هلا بعد القول بحط نقطتان رأسيتان. هل هون عندنا لماذا تحمل أعلام الأردنية جمال؟ الجملة ابتدأت بأداة استفهام لماذا وانتهت بعلامة سؤال. شو بسميها هاي الجملة؟ بسميها جملة استفهامية. هل عندنا كلمة أعلام؟ هي كلمة تدل على جمع ومفردها علم. قال جمال، هي قال أيضا تدل على القول وهي فعل ماضي مبني على الفتح. جمال أيضا اسم علم مذكر. نريد أن نزين بها ساحة المدرسة. المدرسة أيضا عندنا لام قمرية. اليوم أيضا، اليوم هي لام قمرية. هو 25 من أيار يوم الاستقلال. هو زي ما تعلمنا في الدرس السابق من الضمائر، ضمير غائب، زي عندنا هو، هي، هم، هما، هن. 25 لام قمرية، والعشرون أيضا لام قمرية، من حرف جر أيار. أيار هو شهر من أشهر السنة اللي هو شهر 5. قال حسام، قال أيضا فعل ماضي، حسام اسم علم مذكر. ماذا ستفعل بعد المدرسة؟ هي عندنا الكلمة، الجملة ابتدأت بأداة استفهام وانتهت بعلامة سؤال، إذن هاي جملة استفهامية. قال جمال، فعل ماضي اسم علم مذكر، سأذهب مع أسرتي لمشاهدة الاحتفال السنوي. السنوي هي لام شمسية. الذي سيقام في وسط المدينة، في حرف جر. قال حسام، هيا نحتفل بذكرى الاستقلال. هلأ أنا هذا الاستخراج اللي عملته راح أكون مصوريته على ورقة، وراح أبعث لكم إياها الورقة مرفقة مع الفيديو حتى تكتبوه على دفتر تدريبات العربي، ويعطيكم ألف عافية.